احنا كمكتب تنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد نحمل مسؤوليه الاغتيال السياسي الجبان للرفيق الرمز والقائد محمد ابراهيمي لحكومه ترويكا بقياده حركه النهضه، ونعتبرها مسؤوليه سياسيه واخلاقيه. كما نتوجه لابناء وبنات سيدي بوزيد نقابيين ونقابيات شباب ثوره الحريه والكرامه اهالي سيدي بوزيد الى اعلان مبدا العصيان المدني حتى نسارع بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة. نعتبرها حكومة عمالة وخيانة وطنية وحكومة التفاف على الثورة وحكومة الاغتيال السياسي.